Il y a deux catégories de personnes. Kain نوعيتين. كاين نوع معذور لانه ما يعرفش واش معناتها المعركه السياسيه، ما يعرفش واش معناتها التمثيل السياسي. هذا الله غالب عليه، راحين نكملوا نهضروا باش نوعيوه. كاين نوع خبيث يخدم مع النظام، لانه لو يكونوا دي ريبريزونطون ممثلين الثوره الشعبيه، النظام هذا يسقط، يسقط في الداخل ويسقط في الخارج، ويسقط في الخارج قبل ان يسقط في الداخل. وعلى هذه دركا لحقنا الموقف وين؟ على الجالية الجزائرية في الخارج، على الجزائريين الخارج يقوموا بالدور نتاعهم على أكمل وجه لتمثيل الثورة الشعبية اللي في الداخل من أجل نصرة الجزائر. ما نقولش الشعب، نصرة الجزائر كاملة بها، بشعبها، بأرضها، مصالحها. وهنا ماذا بيا نعمل تعليق، باسكو الناس يقولوا باللي احنا كونتر الناس الكل. وي انا كونتر الناس الكل، رحماني كونتر الناس الكل، ما نصارب حتى حزب سياسي، وما عندي حتى اعتبار اي شخصيه اسميها شخصيه وطنيه. والاثبات لا بروف الي لا، فهموني 10 شهور واحد كيما بوشاشي سلمية سلمية ولا نتخلى عن السلمية، ويجي درك يقول لهم ريانا شونجي، حاجة ما تغيرت، روح قعد في الدار وبلع فمك يرحم بابك. تو اسي طرومبي لي زالجيريان، انت ولي زيك، ميفو تتكاش، ميفو خبي روحك، باسكو لعبت دور، خدعت ناس بزاف حسبوك راجل، لكن انت مشي بوشاشي ماكش راجل، والله ماكش راجل نتاع الموقف هذا. 10 شهور وانت سلمية سلمية وما تخرجوش ممثلين، واليوم تقول للشعب ريانا شونجي، ناعد دين الرجال اللي زيك، لانه لا دين لا عندي انا. جرافيان صحاب الدين جونشان المقرط نتاع جاب الله عبد الله، قال لهم دولة مدنية ماشي عسكرية، هذه علمانية وتاع فرنسا. ماذا بيا نقول للشعب الجزائري؟ تحوسوا تعرفوا علاش الإسلام تقهقر في العالم؟ علاش الدين الإسلامي ولا اللي يجي يعفس فيه؟ باسكو كاين ناس كيما جاب الله هذا، جهلة، خماج، بزنسية، يشترون بكلام الله ثمنا قليلا. شوفوا هين مين يلبسك معراقية وقندورة قميص وعراقية غير نساو ستانيسكو مهما كان صيفتو، كي اللي ماتوا كي اللي راهم حيين. اللي يقولكم دولة إسلامية اسكرو، واللي يقولكم كاين الإسلام السياسي اسكرو، واللي يقولكم كاين حاجة واسمها دولة إلهية اسكرو. بداو جاب الله مقري الفيس بوخمخم والجماعة هادو بكل اللي راحوا يجريو كي زفر لهم النظام. ما ننسوش السلفية، ودوكا خرجوا لنا دوكا فروع السلفية المدخلية والسلفية. شوفوا جميع من اللحية قندورة يقول لك دولة إسلامية البحر، لا تحبوا الجزائر تنجح طيشوا الناس هذول البحر. الإسلام واحد ما يعلمه لنا، سيرتو با أصحاب الخليج، سيرتو با الطيارات اللي جات هذه. وزيد نقول لكم حاجة، أقسم بالله العلي العظيم وكتابه الكريم، ما كان واحد بولحية، ما كانش وراه واحد من المخابرات الجزائرية. ونزيدكم أكثر من هك، الجماعة اللي تروح للعمرات وتروح 16 فيرمي، واللي يروحوا الإمارات واللي يروحوا لدبي ويحكموا المخابرات الجزائرية ويعصروا لهم الخل في عينيهم ويحولوهم واللي يخدموا الضفاتين بكل أجون دبي. ونقدر نروح بعد من ذلك نسميه بالاسامي كاع. هذه زين شي مانيش وحدي انا، لا لا رحماني ماهوش وحده، حنا جهاز ماناش حزب، بطلنا ديميسيونينا، اوني باس ان بارتي، اوني ان ستركتور،
paramilitaires et de renseignement et d'intelligence. طيروا للصمادو اللي نحكموه نقعدو كيما حبيتو اون فونكسيون با على كلاسيك. دخلنا لو موند مودرن اون فونكسيون اوترمون. Non, sur Facebook toujours. Ah, ah bah oui, bien sûr, parce qu'il commence à. Il faut qu'ils regardent la vidéo après, ou alors ils vont sur YouTube. Toujours sur Facebook, quand ils sont connectés d'Algérie, c'est une catastrophe. À l'étranger, ils nous écoutent, mais malheureusement, rien. Kadalika, dites-nous les à la Amr. D'ailleurs, excusez-moi, juste, je réponds, les gens. Je suis entièrement d'accord avec votre analyse sur le soi-disant État islamique. Hein. Donc les gens sont conscients maintenant, hein, parce que on n'en veut pas. Ça a été fabriqué dans les laboratoires des grands services d'enseignement occidentaux. Et je reviens sur ça. Madabia, c'est l'arbitre de toute une explication. Raouf Life Taoul Khar, la synthèse m'a été faite. باللي حتى من الجامعات الإسلامية التي تلاحظ النظام في الجزائر راهي أعلنت الهدنة حتى مادام الحراك برا. أولا شوفوا أيها الشعب الجزائري، ما كان إرهاب وما يكونش الإرهاب هذا مسخرة يستعملوها مع الدول نتاع البغال والمصالح السياسية الاستعمارية الديكتاتورية. نقول لكم شي العربية زيتوت يعني الهدنة يعني الحرب. كي تولد في القباحة نفهمك يا مسيو زيتوت، جميع مبولحيها السلاح في الجزائر يخدم مع الدياراس، يخدم مع الدياراس، نهار يحبوا ينفخوا فيه يتنفخ ويخوفوا به الشعب، نهار يحبوا يغلقوه يغلقوه، خلوه مجمر. سكون ابال لو تيروزم ريزيديوال، لو تيروزم ريزيديوال سي ان اورغان فولو. ميم نتوما في التحركات نتاعكم عندكم الراصد وعندكم الرصد. نتا زيطوط رشاد كاع الكرامة بكل كيما راكم الإسلاميين بكل تطوندوس كونفوندو. حياكم الله الخيم كاع. يفو كومبروندر اون شوز، لازمكم تفهموا حاجة، تحولوا وتوبوا لربي وتوليوا وطنيين حقيقيين وتقطعوا كل الصلات نتاعكم بالدول الخارج الجزائر، وتكون المعطيات نتاعكم جزائرية والتمويل نتاعكم جزائري والأهداف نتاعكم جزائرية. درك لحقنا المرحلة دو نو روتور. كي عاد الامارات تحاصر فينا من كل جهه وقطر وتركيا يحاصروا فينا من كل جهه، درك ما بقاش من كيما يقولوا عندنا في قسنطينة بزولة الرحمه ما تعرفوش بها. درك بالنسبه لنا عاليه وعلى اعدائي سي تري سامبل. درك يا توليو جزائريين يا راكم حركه ويخرجوا معكم التاريخ انكم خوانه.